السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. رجعنا لكم وعلى قول منشآت نعود ولكن بحذر. الله يحييكم في الأسبوع الثاني من تقديم منشآت في شهر 6، الأسبوع هذا الخاص بالاتصالات وتقنية المعلومات. ورشتنا اليوم بعنوان خدمة العملاء للمشاريع الناشئة. أحب أرحب فيكم وبجميع الأخوان والأخوات اللي انضموا معنا في هذه الورشة. حنتكلم في هذه الورشة بإذن الله عن مفهوم خدمة العملاء، حنتكلم عن من هم العملاء، مراحل خدمة العملاء، نموذج رضا العملاء، وحنشوف كيف تأثير خدمة العملاء على المشاريع الناشئة. مهم جدا يا إخواني وأخواتي كيف الأخذ بالاعتبار خدمة العميل، زي ما حنشوف في المحاضرة القادمة أو ورشة العمل القادمة بإذن الله، لعنوانها نموذج العمل أو مخطط بناء نموذج العمل. كيف حجر الأساس في بناء نموذجك للعمل يبدأ من عند العميل. العميل هو مصدر الأرباح، هو الشخص الذي سواء شخصيات اعتبارية أو شخصيات حقيقية، كيف بتنمي الأرباح في المؤسسة والشركة. اللي ما يعرفني، أنا اسمي سلطان نصار، من سكان مدينة جدة، أعشق كثير البحر، عشان كذا حطيت لكم البروسي هذا. إحنا لما نطلع البحر لازم نحط المرسى هذه، نحطها في البحر عشان نوقف إما للصيد أو للسباحة أو لأي شيء، فلازم نحط المرسى هذه. بدون المرسى هذه، المركب أو البوت أو اليخت اللي احنا موجودين على متنه ممكن يروح ويضيع مننا. فخدمة العملاء أو إدارة العلاقات العملاء، الكاستمر ريليشن مانجمنت، هي إحدى أدوات علم التسويق الحديثة والأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة الترويجية الخاصة بالشركة أو العلامة التجارية ككل. يتعامل الخبراء معه بأنه المرسى التي تساعد على بقاء الشركات، زي ما هي المرسى في البحر هو المرسى على بقاء الشركات. يعني لو تبغى الشركة اللي أنت أنشأتها في ريادة الأعمال أو كبزنس خاص، هذه الشركة السبب الوحيد لبقائها هو تعاملها مع العملاء، استمراريتها رغم الأحداث الخارجية والأزمات اللي بتحصل من حولنا، إلى إنه هذه المرسى هي اللي بتخليك مستمر في وجودك في السوق. تتعامل معها الشركات بكونك خبير فيما يتعلق بالتفضيلات العميل وتوجهاته. فمن أين يكتسب هذه الأهمية؟ ليش هذه خدمة العملاء مهمة؟ وما هي أنواعها؟ وإلى أي مدى تأثيرها يصل؟ هذا اللي حنتناوله في هذه الدورة بإذن الله. أهمية نظم إدارة علاقات العملاء. إدارة علاقات العملاء هو نهج حديث يستخدم من قبل الأقسام التسويقية في الشركات من أجل إدارة العلاقة بين العلامة التجارية والعملاء الحاليين المستهدفين. وقد يقصد بالعملاء الأفراد أو بالشركات على اختلاف الخصائص التي يتم التعامل معها على أساس الشخصيات الاعتبارية لو كانت في الشركات. ويمكن الإشارة في هذا الموضوع إلى أهم نقطة بالنسبة لنا في إدارة العلاقات أيضا، كونها هي الأنظمة اللي بتنظم العمليات بين تحليل الأنشطة الجمهور التسويقية، علاقتها بالأعمال بالعلامة التجارية. في كل الأحوال هنا المفهوم البشري والآلي يتشاركوا مع بعض في نفس هذا المفهوم، يعطينا المهمة هي تحسين أسلوب التواصل مع العميل المستهدف والمنح الأفضل التجربة الشرائية ممكنة. إذا أهمية نظام إدارة علاقات العملاء أو CRM، لو نلاحظ في الرسمة اللي أمامنا، هو بيتعامل مع الخدمات، بيتعامل مع الإدارة اللي بتعمل الأوردرز الطلبات، بتتعامل مع البيانات والتحليلات الإحصائيات، بتتعامل مع الماركتينج أقسام التسويق، مع الخطط الاستراتيجية اللي تبني الشركة الخطط الاستراتيجية عليها، هي المصدر الأساسي أو النقطة الأساسية اللي بتدينا
المعلومات هذه، تتعامل مع أقسام المبيعات والأقسام الدعم الفني والدعم اللوجستي. هذه كلها الأنواع العلاقات بتتم مع إدارة علاقات العملاء. في أيام التسعينات أو في حقبة التسعينات ما كان يوجد نظام واضح لإدارة العلاقات، كانت المهمة مهمة فهم العميل واحتياجاته وطلباته تقع على عاتق الموظف المختص في إدارة العلاقات العامة. لكن في العصر الحديث مع ظهور الإنترنت، وبما أنه إحنا موجودين الآن في أسبوع الاتصالات وتقنية المعلومات، يجب الإشارة هنا ظهور الإنترنت، توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي، أصبحت مهمة إدارة العلاقات مسؤولية تتولاها تطبيقات CRM الحديثة. كل الشركات صار عندها بما يسمى الديجتلا أو الديجيتاليزيشن، التحول الرقمي في العلاقات مع العملاء. أصبحنا جالسين في المملكة العربية السعودية وبضغطة زر تطلب منتجاتك وخدماتك من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب والشمال والجنوب، في كل أنحاء العالم بتوصلك المنتجات والخدمات، ما هي محصورة. في السابق كانت محصورة على المدينة أو على الدولة، الآن أصبح يعني العالم كله سوق واحد. يعني الشركة أو الشخص الذي يريد التوسع في هذا المجال يجب عليه الأخذ بالاعتبار الاستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، ومن ضمن هذه التقنيات تطبيقات CRM الحديثة هي العمليات اللي تنظم العلاقة بين الشركات والجمهور المتشعب والمنتشر على أنحاء العالم. هنا أيضا توضح الطرق الأكثر فعالية في التأثير على التفضيلات والميولات الغير متجانسة. لو نبغى نشوف نظرة سريعة لأهمية نظم إدارة العلاقات العملاء، هي أول حاجة بتقيس مستوى رضا العميل عن التجارب الشرائية التي قام بها. شفنا في المحاضرة السابقة منهجية اللين ستارت اب أو البداية السلسة لريادة الأعمال، وشفنا كيف أنه لازم أنت قبل ما تنتج أو تنزل المنتجات للسوق لازم تعمل حاجة اسمها الـ MVP أو الـ Minimum Valuable Product، ينزل نموذج كذا أولي، نموذج بسيط من غير تكاليف إدارية ولا تكاليف تشغيلية، تنزله للعميل ومن ثم تأخذ الفيدباك من العميل، هل المنتج ناسب العميل، هل في عيوب، هل في تحسينات يجب إضافتها. وبعد كذا المرحلة الثانية هي المرحلة الأولى هي مرحلة الفكرة، الثانية هي القياس، وبعد كذا التعلم وتطبيق التحسينات عليها. النقطة الثانية هنا قناعة العميل ومستوى اقتناعه بالخدمات المقدمة. فبدون اقتناع العميل بالخدمة أو المنتج المقدم، هنا صعب أنك أنت تقدر تتعامل مع العملاء وتقدم لهم منتجات وخدمات بأحسن أو حال. النقطة الثالثة اللي هي المشاكل والإحباطات التي يرغب العميل في حلها. كل عميل اليوم مهما كان مستوى رضا عن استخدام المنتجات، كل يوم مع التكرار أو التقادم يظهر للعملاء يعني مشاكل أو إحباط مجرد إن استخدامه هذه المنتجات، فيجب عليك الاستمرار في البحث عن هذه المشاكل ودائما تكون مطلع عن الفيدباك للعملاء. خاصة المزايا أيضا التي يرغب العملاء في تطويرها، اليوم أنت عندي منتج خاص، عندي كاميرا، عندي جوال، في بعض المزايا اللي دائما العميل يحتاجها، سرعة البروسيس، قوة البطاريات، التحمل حق الجوال، يعني في مزايا كثير دائما العميل دائما لما نسمع الفيدباك ونشوف منه الأشياء اللي هو يرغبها، بالتالي تحدث عندنا طفرة من التحسينات التي تساعد المنتجات بالظهور بشكل المناسب. أخيرا هنا عندنا التطلعات التي يرغب في أن يجدها العميل في هذه الشركة. كل عميل يحاول أنه الشركة تلبي له كل رغباته وكل أمنياته، فبدون تحقيقها أو بدون وجود التطور، صدقني العميل في يوم من الأيام أول ما يظهر شخص يوفر نفس الخدمة أو المنتجات حيتركك ويروح للمكان اللي يوفر هذه المنتجات. في مقولة رائعة أو هنا في أنواع الأنظمة في إدارة علاقات الخاصة بالعملاء،
عندنا ثلاثة مناطق لو شايفينها، منطقة المبيعات ومنطقة الدعم ومنطقة التسويق. في النص بينهم هذه منطقة CRM. في كل شركة بتهتم في مجال خدمات العملاء الآن قسم خاص يسمى قسم CRM، زي ما شفناه مع بعض اللي هو Customer Relation Management. هذا القسم مهتم بمعرفة آراء السيلز، الأشخاص اللي يقومون بعمل المبيعات وتوصيل الخدمات إلى العملاء النهائيين. وفي قسم خاص في السبور في الدعم، مهم جدا إنه نسمع آراءهم عن المنتجات والخدمات والعيوب اللي ممكن يحلوها من خلال الإنتاج ومراحل التصنيع. أخيرا في مرحلة التسويق مهم جدا إنه نطلع على معلومات من الماركتينج والتحليلات والبيانات اللي حنشوفها مع بعض في هذه الدورة. البيانات اللي كلها جابوها، عدد كمية المبيعات، كمية الإنتاج والبيانات والحسابات الدقيقة، هذه كلها تعطينا إحصائية تساعدنا على اتخاذ القرارات في الإدارات الاستراتيجية. عندنا أول أنواع أنظمة إدارة العلاقات الخاصة بالعملاء هي النظام التشغيلي. يركز نظام إدارة العلاقات التشغيلي على دمج البيانات البيعية اللي تمت، هذه طبعا في قسم المبيعات والتسويق، حول العميل وعرضها في لوحة واحدة على فلو شارت واحد، تظهر العلاقات بين هذه البيانات وتعطينا ترجمة في شكل معلومات ذا مغزى وهدف. يعني المعلومات اللي يحطوها المعلومات البيع ومعلومات التسويق هنا، هذه كلها بتفيدنا في اتخاذ القرارات اللي هتشكل الخطوات القادمة. تنقسم هذه العملية إلى ثلاثة مراحل، يخدم كل مرحلة فيها تخدم المرحلة الأخرى. منها أول مرحلة أو أول شيء هنا يركز على الجانب البيعي، في تجميع جميع المعلومات عن العميل الشرائية، بداية من لحظة التفاوض مع العميل وصولا إلى تحويله إلى عميل محتمل أو اللي يسموه lead client، ثم النجاح في الإقناع إلى التحول إلى عميل فعلي. وهنا تعمل أنظمة على تجميع المعلومات حول جهود مندوبي المبيعات والوسائل التسويقية التي أثبتت فعاليتها وتدعيمها من خلال المنتجات المتوفرة في السوق. وأيضا النقطة الثانية، التركيز على الجانب التسويقي في علاقات الشركة بالجمهور، حيث تركز العلامة التجارية على التواصل بشكل دائم مع الجمهور الحالي. مما لا يخفى على الجميع أنه أصبحت الوسائل التسويقية اليوم أكثر تعقيداً وأكثر انسيابية في نفس الوقت، بحيث أنه العميل اليوم يفضل القنوات الديجيتال أو قنوات السوشيال الحديثة عن قنوات التسويق القديمة مثل التلفزيون أو الجرائد أو المجلات التقليدية. والنقطة الثالثة في النظام التشغيلي، تركيز الجانب الخدمي بحيث يعتمد على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من طريق مراقبة التفاعل معها. لما نشوف التفاعل هنا نقطة جدا مهمة، سرعة استجابة إلى الشكاوي من قبل إدارة CRM أو إدارة علاقات العملاء تعطي انطباع جيد على للعميل بأنه في فعلا إدارة شغالة في تهتم في خدمة العميل، وبالتالي يزيد عنصر اللويالتي أو عنصر ولاء العميل إلى هذه الشركة. النقطة الثانية في أنواع الأنظمة إدارة العلاقات الخاصة بالعملاء، وهي موضوع التحليلي. احنا قلنا أول شيء التشغيلي، النقطة الثانية التحليلي لأنظمة CRM أو خدمة إدارة علاقات العملاء. جانب تحليلي أيضا هو ما أشرنا إليه سابقا، هو جمع المعلومات حول العملاء. احنا بعد ما جمعنا من خلال أقسام السيلز والسبورت والماركتينج، جمعنا التحليل المتكامل وقدمناه لمتخذين القرار اللي هي الإدارات العليا في الحملات التسويقية والبيعية. هنا ممكن ملاحظة الأنظمة التي تؤثر على عمليات البيع، مثل المكان أو الزمان أو حركة البيع والشراء الخاصة بالمنتجات، بالإضافة إلى طبيعة تفاعل الجمهور المستهدف مع المنتجات المعروضة. يعني من خلال تحليل البيانات اللي احنا جمعناها من هذه الإدارات، نعرف أنه هذه المنتجات الآن أصبحت وجودها متطلب لكثير من
الوقت، فنبلغ الإدارات العليا بوضع برؤيتنا بكمية البيانات اللي احنا تحصلنا عليها، وبالتالي يقوموا باتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشركة. النقطة الثالثة المهمة في أنواع أنظمة إدارة العلاقات وهي التعاونية، يتقاطع دور علاقات التحليل مع الدور التعاوني، فكونها تعمل في الأساس على الوصول إلى نتائج تدعم غيرها من القطاعات التسويقية. يعني هنا الإدارة CRM بالمعلومات والبيانات اللي تحصلت عليها هي في النهاية بتدعم الأدوار الشركات الثانية بشكل غير مباشر، تؤدي دورا داعما لزيادة حركة المبيعات في الشركة، وأيضا في الأنظمة التي بدورها من خلال التحليل ممكن أن تعمل على تحويل النتائج إلى معلومات يستفاد منها في الأقسام الأخرى، الأقسام الريتيل، أقسام الموارد البشرية والأقسام المالية، وبالتالي تساعد وتؤثر بشكل كبير على نمو وتطوير الشركة. بيل جيتس قال آلية جمعك للمعلومات وطريقة إدارتك للمعلومات هذه هو ما يحدد إذا كنت ستفوز أو ستخسر. يعني كثير من الشركات اللي خرجت من السوق بسبب إهمال المعلومات والبيانات المهمة اللي تحصلوا عليها إدارة CRM وبلغتهم بالتوصيات وتجاهلوا هذه التوصيات، وبالتالي أدت إلى فشل كثير من الشركات، والعكس صحيح، الإدارات والشركات اللي اهتمت بجمع البيانات والمعلومات طورت الشركات وأخذت منصب أو حافز كبير لها. إلى أي مدى يصل تأثير البيانات والمعلومات إلى هذه الشركات؟ هنا باختصار شديد تأثير نظم إدارة العلاقات CRM في الشركات طبقا للمنهج الذي تعمل على تسخيره في إدارة هذه الاستراتيجية. يعني عندنا هنا إما أنك أنت تكون إيجابي أو تكون سلبي، يعني يا إما فائز أو خسران. بالنسبة للتأثير الإيجابي، تأثير يساعد الاستراتيجيات على إدارة العلاقات سواء تلك المبنية على الجهود الشخصية لقسم العلاقات العامة أو الناتجة عن استخدام التطبيقات أو أدوات التحليل. عندنا من خلال التأثير الإيجابي، يعني لو استفدنا من البيانات والمعلومات اللي تحصلنا عليها بشكل إيجابي يضمن لنا في نوع من التحسين، تحسين تجربة العميل الشرائية. مهم جدا إنه دائما إحنا نحسن عملية تجربة العميل الشرائية عبر تحويل آماله وطموحه وأحلامه وتطلعاته إلى حقيقة، يعني نجيب الشيء اللي هو كان يتمنى العميل ونبدأ نحسن فيه ونصدره للشركات. لما يكون في تحسين للأفراد أو للشركة على مستوى الشركة أو على مستوى الأفراد، هنا بيساعد أداء الشركة عبر فهم طبيعة العلاقة بين الشركة والعميل، فهم الإحباطات التي تقابل العملاء والعمل على حلها. بتساعد أيضا الشركة على تدعيم العلاقة بينها وبين الجمهور، يتحول العميل من عميل حالي إلى عميل دائم، وهذه استراتيجية دائما يسعى إليها الإدارات الاستراتيجية، تحويل العميل من عميل يعني مجرد أنه يشتري سلعة ومرة واحدة، لا، إحنا نبغاه دائما يتعامل معنا ويصير فيه ولاء مع الشركة. أيضا بعد ما حسننا في العلاقات أو المعاملات بين الأفراد والشركات، يصير عندنا عملية جذب العمل على جذب المزيد من العملاء المستهدفين عبر التوصيات التي نتجت من التعرض لشراء المنتجات والخدمات من قبل عملائنا من خلال الخدمة الجيدة، من خلال التفاعل الجيد الإيجابي بين الشركة وبين العملاء. يصير في جذب، يعني خلاص هذولا الناس أصبحوا هم نقطة تسويق للشركة، هم اللي يسوقوا للشركة، يحاولوا دائما يوصوا الأقارب والأصدقاء على الاستثمار معانا في الشركة وشراء المنتجات والخدمات. هنا بيصير عندنا في عمليات الجذب زيادة عدد العملاء، وهذا الهدف الاستراتيجي اللي دائما كل الشركات تعمل عليه، المساعدة في تحسين الأنشطة الاتصالية والترويجية، مساعدة الشركة في تحسين المنتجات من خلال التغذية المرتدة زي ما شفنا قبل كده في السابق،
وبعد كذا يبدأ عندنا مساعدة الشركة على الكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص المتاحة والتهديدات. هذه كلها العوامل بتساعدنا على تحسين وترتيب الشركة أو ترتيب الإدارات بحيث أنها تلبي احتياجاتنا، والشركة في نفس الوقت بتوصل إلى نقطة الربح اللي هي متطلع عليها، ممكن يزيد مع زيادة مرور الوقت. الكشف على مواطن القصور في الوسائل الدعائية، التواصل مع العملاء بطريقة شخصية استنادا للمعلومات التي ساهمت في تشكيل صورة شاملة، والحد من شكاوي العملاء، تقل الشكاوي وزيادة التقييمات الإيجابية. كل هذه العوامل اللي احنا شايفينها مع بعض، كل هذا السيناريو اللي أمامنا من عمليات، من تحسين، من جذب، من أفراد، من شركات، من عملاء، من نقاط قوة وضعف وفرص متاحة، تحليل سوات، كل هذا في النهاية يؤدي إلى تحقيق الأرباح. هذه النقطة اللي البروسيسنج اللي فيها يعني في كثير من رواد الأعمال أو الشركات تتجاهلها وتتوقع أنه هذا شيء بديهي، أنه العميل يكون راضي عن المنتجات والخدمات نتيجة لجودة الخدمة أو السلعة. أحيانا تكون خدمة جيدة فعلا أو سلعة ممتازة، لكن العميل يطمح في التواصل مع الشركة لإبلاغهم بخلل فني أو عيب مصنعي أو للتحسين أو للارتقاء بهذه المنتجات والخدمات. يجب حمل كبير على إدارة CRM كيف بتأثر على هذه النقطة. إحنا قلنا في البداية في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي، تكلمنا عن التأثير الإيجابي يؤدي إلى الأرباح. نشوف التأثير السلبي لهذه الأنظمة يقع بسبب التنفيذ الخاطئ لهذه الآلية اللي إحنا تكلمنا عنها قبل شوية. كأن تقوم الشركة بمنح الشريحة شريحة من العملاء سين من جمهورها بعض العروض التخفيضية المغرية مقارنة بالشريحة صاد. كثير من بعض الشركات أو بعض الاستراتيجيات الخاطئة أنه يعرض بعض المنتجات وبعد كذا ما يحقق الأرباح. في ناس اشترت بالمبالغ السابقة ويقوم ينزل عروض ترويجية على نفس المنتج بدون تخفيض نفس المبلغ للشريحة السابقة، وهذا تأثير سلبي وفي غبط وفي يعني قهر من العملاء. كيف أنا ما أستفيد من هذا الخصم وأنا عشان اشتريت من البداية ما تحصلت على هذا الشيء، مع أنه بالعكس مفروض أني أنا من أوائل الناس اللي اشتروا الخدمات أو السلع هذه، من المفروض أني أنا أحصل على الخصم هذا. هنا النقطة هذه اللي أهملت ذكرها، في أي عرض كان يمنح منح العملاء على الجدد تخفيضات وإهمال العملاء القدامى. هذه الطريقة في الدعاية لن تسبب خسارة الشريحة الأخيرة فحسب، بل ممكن المجموعة كلها تخسرها بسبب الإساءة إلى سمعة العلامة التجارية والتشهير فيها، حيضر كثير مكانة الشركة وسمعتها في السوق المحلي والسوق التجاري. عندنا 5 استراتيجيات تؤثر على المشاريع الناشئة. عند الحديث عن سمعة الشركة لا نعني فقط، يعني ما نتكلم بس عن شعار الشركة التي تتبناها العلامة التجارية أو الهوية البصرية. إحنا ماشيين في الشارع نشوف في اليوم مئات بل آلاف من العلامات التجارية، هذه كلها تبنت العلامات التجارية سنين وقد تمتد لعشرات السنوات. يعني الهوية البصرية بالألوان والخطوط وما تحتوي، هذا علم كبير في كتب كثير تحدثت عنها، ما هو كلامنا الآن. لكن إحنا عندنا سمعة الشركة هنا تمثل الصورة الذهنية العامة التي يمتلكها الآخرون من جمهور وعملاء مستثمرون. أحياناً تروح تشتري يعني مثلاً ساعة مشهورة، ساعة رولكس ولا ساعة رومان دويل ولا أي نوع من أنواع الكارتير، الساعات القيمة الفاخرة، أنت مجرد عشان وجود العلامة التجارية أنت بتشتري السلعة هذه أو النظارة أو القلم أو السيارة، منتجات كثير وخدمات كثير، مجرد أنه إحنا ترست بهذه العلامة التجارية بدون ما نكشف عليها، بدون ما نتأكد من فعلا، خلاص هذه الشركة سنين كثيرة بنت في هذه العلامة التجارية. سمعة الشركة هنا تمثل الصورة الذهنية العامة التي يمتلكها الجمهور والعملاء والمستثمرين والموظفين، حتى الموظفين عندهم نفس الفيلينج، نفس الإحساس على هذه السمعة عن العلامة التجارية. هي أهم أصل من الأصول التجارية هي السمعة التجارية.
التي تمتلكها المؤسسة إلى جانب قيمتها السوقية. أحيانا تكون الأسعار جدا مرتفعة بسبب حسن سمعة الشركة أو العلامة التجارية في السوق، يرتفع كثير من الأسهم الشركات بسبب العلامات التجارية. ممكن تتحول مع مرور الوقت إلى رصيد تسويقي مهم تبني عليه المكانة الاجتماعية والاقتصادية. يعني بنشوف مثلا دعاية من دعاية كوكاكولا أو بيبسي أو التنافس بينهم، فسمعة الشركات أو سمعة تجربة العميل هي ما يؤثر على هذه المشاريع الناشئة والعلامات التجارية. كيف يمكن للشركات بناء السمعة؟ كيف نبدأ نسوي سمعة الشركة تاخذ صيت جدا عالي على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى العالمي؟ ما هي الاستراتيجيات التي من شأنها المحافظة على مكانة العلامة التجارية؟ كيف نخلي العلامة التجارية هذه لها مكانة مؤثرة على السوق المحلي والعالمي؟ في 5 استراتيجيات ممكن تساعدنا على تحقيق هذه العمليات. أول حاجة محتوى رسالة اللي أنت بتجعل أو بتخترعه للشركة أو بتضعه أمام العملاء. دائما استراتيجيات التسويق الحديثة تهتم جدا بالمحتوى الذي تقدمه الشركات على الصعيد التجاري. قد يكون الهدف من هذا المحتوى ممكن يكون زيادة معدلات التحويل أو زيادة المبيعات أو زيادة الزيارات على الموقع التجاري أو المتاجر الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية. هذه يختلف المحتوى من شركة لشركة، يختلف المحتوى من عميل إلى آخر، لكن هنا مهم جدا شكل وطبيعة المحتوى يكون متناسب من الهدف وراء المحتوى. طبعا هنا اللي بيأثر على المحتوى رؤية الرسالة اللي وضعته الشركة، جدا مهم، لازم يتناسب الرؤية مع محتوى الشركة. طيب نسمع اليوم عن تسويق المحتوى. ما هو تسويق المحتوى؟ تسويق المحتوى الرقمي يختلف عن التسويق التقليدي، إنه هنا بيركز على تحقيق الـ value proposition أو القيمة المضافة للعميل من خلال تثقيف العملاء وإشراكهم بدل من بيع المنتجات بشكل مباشر. يعني باختصار المحتوى جدا مهم هنا في إدارتك لاستراتيجية الشركة، كيف تضع محتوى مفهوم للعملاء، كيف يترسخ المحتوى هذا من خلال تثقيفك للمحتوى. التسويق الجيد في المحتوى هنا يكون أصيل، واضح الأهداف، يقدم المنتجات والخدمات، يخاطب الجمهور بطريقة حقيقية. يمكن للمسوق بالمحتوى القيام بالعمل من اتباع عدد من الطرق الفعالة، منها يكون عن طريق الفيديو أو عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، السناب شات أو تويتر أو الفيسبوك. هذه كلها وسائل تواصل اجتماعية بتساعد على تحقيق وصول رسالة المحتوى للعميل النهائي. حتى حلقات دراسة عن بعد اللي هي زي الدورات اللي انت حاضنها الآن، يعني ساعدت كثير من العملاء لمنشآت على فهم طبيعة منشآت. كثير في السابق ما كانوا يسمعوا المنشآت، لكن من خلال الدورات والورش الأعمال والمنتجات التي تقدمها منشآت مشكورة عن طريق الأونلاين، أصبحت تساعد كثيرا في وصول هذه المحتويات إلى العميل الخارجي. الأخوان في الدعم الفني مشكورين، حطوا على الشات رابط الدورة القادمة إن شاء الله التي تبدأ الساعة 5 تماما بتوقيت الرياض إلى الساعة 5:45، بعنوان تأثير مخطط الأعمال على المشاريع. إن شاء الله حكون معاكم في هذه الدورة بإذن الله استكمالا لهذه الدورات. أيضا النقطة الثانية بعد المحتوى والنقطة جدا مهمة هي كيف تمتلك ميزة تنافسية. ما الذي يميز شركتك عن المنافسين؟ أنت بتقدم سلعة، بتقدم خدمة، إيش الشيء اللي حيخليني أترك العميل وأجي أشتري الشيء هذا من عندك من الشركات الأخرى ضمن المجال نفسه؟ ما الذي يجعل العميل يختار علامتك التجارية للشراء منها دونا عن العلامات التجارية الأخرى؟
إذا تمكنت من الإجابة على هذا السؤال بشكل جيد ومقنع، فأنت على الأغلب لست بحاجة لهذه الاستراتيجية من استراتيجيات بناء السمعة على الشركات، لأنك أنت أصلاً مطبقها، يعني ما تحتاج أنك أنت تسوي أو تدور على ميزة تنافسية، ويمكنك الانتقال إلى الاستراتيجية الثالثة اللي بعدها. أما في حال أنك أنت ما أنت عارف كيف تجد إجابة مناسبة لهذه السؤال، فهنا عليك أنك أنت تستمر في متابعة المحتوى هذا. كل مؤسسة وكل شركة وكل علامة تجارية عليها امتلاك ميزة تنافسية، يعني لازم كل شركة في العالم بتقدم خدمات أو بتقدم منتجات يجب عليها البحث على الميزة التنافسية التي تميزها عن باقي الشركات اللي بتقدم نفس الخدمات في السوق. وهنا تمنح خلال الميزة التنافسية أنت بتمنح العميل قيمة إضافية تجعل القيمة هذه أكثر ارتباط بالشركة لعدم وجود هذه الميزة عند المنافسين الآخرين. وبالتالي في هذه الحالة قرر التخلي عن العلامة التجارية، لأنك أنت ما حصلت شيء يميزك عن منافسة الآخرين. هذه نصيحة، لكن لو عندك الميزة ما يحتاج أنك أنت تدور عليها. طبعا عندنا جوجل هنا من أكثر الأمثلة البارزة التي تستخدم الاستراتيجية لبناء سمعتها وجعلها أكثر بروزا من المنافسين أو الشركات اللي بتقدم محركات البحث. دائما تجري عبر 70% من عمليات البحث في دراسات استطلاعية تقول أنه شركة جوجل لوحدها 70% من البحث بيتم من خلاله، وباقي 30% على باقي الشركات من العمليات البحث التي تتم عن طريق الانترنت. هنا ما في أي محرك بحث آخر قادر على مجارات ومنافسة شركة جوجل، لأن هنا بتقدم دقة وجودة خوارزمية للبحث عن الخاصية هذه. ما حد يعرف على وجه الدقة أو وجه التفصيل كيف الخوارزميات هذه بتبحث، عندها ذكاء اصطناعي عجيب شركات جوجل. مجرد أنك أنت تكتب على شيء، إما تبحث عن فيديو أو صورة أو ملف PDF أو ملف وورد أو خدمات، يعني خوارزميات جدا معقدة وجيب لك كل المعلومات، جيب لك كل الأشياء الريليتد المتعلقة بهذا الشيء. هذه طبعا هذا الأمر الذي يجعل محرك البحث من أبرز المزايا التنافسية اللي موجودة عن شركة جوجل. طبعا في أمثلة كثير، لكن حبيت أني أخذ شركة جوجل عشان نأخذ المثال فيها. النقطة الثالثة في الاستراتيجيات أو الاستراتيجية الثالثة هي إدارة علاقات العملاء أو CRM. هنا تعمل الشركات اليوم في أسواق مزدحمة من المنافسين. قليل جدا ما نجد مشروع متميز بيقدم الخدمة هذه وحيد. في السابق كانت شركات الاتصالات واحدة، في السابق كانت خطوط سعودية واحدة. اليوم أصبحت التنافس جدا كبير على مستوى الشركات الكبرى وأيضا على الشركات الصغرى. الشركات اليوم والمنتجات والمنافسين يوجد زحمة كثير، عملاء كثير، خيارات عديدة للشراء، خيارات عديدة للتعامل مع العلامات التجارية المختلفة، للتنافس على الحصول على ثقة العميل. كلهم هدفهم الحصول على هذه الثقة، ومن ثم الجذب واعتبار أنه هذا العميل خلاص عنده اللويالتي، ما حيغادر من الشركة، والبحث عن عملاء آخرين. طيب في ظل البحث عن عملاء آخرين، إيش السياسات، إيش الإجراءات اللي أنا اتخذتها عندي في الشركة عشان أحافظ على وجود العملاء ما يروحوا لشركات أخرى؟ هنا يساهم هذا الشكل من العلاقات في تحسين الحالة بين المؤسسة والعميل، في بناء سمعة الشركة اللي هي إدارة العلاقات العملاء، تساعد على توسيع قاعدة العملاء، تحسين صورة العملاء التجارية كواحدة من الجهات التي تبذل جهداً
في تحسين تجربة المستخدم لديها وجعله أكثر رضا عن الخدمات والمنتجات المقدمة. على الرغم من طبيعة العمل وشكل العلاقة بين العلامة التجارية والعميل، هنا تختلف العلاقات الإنسانية المباشرة بين الشركة والعميل. هنا يجب أن لا نسمح لهذا الاختلاف أن يحجب الصورة المثالية لموجودة عليها علاقة الشركة مع العملاء. طبعاً يجب على إدارة علاقات العملاء المحافظة على صورة والعلامة التجارية الخاصة بالشركة أمام عملائها وتقديم المنتجات بصورة تضمن جودة عالية وميزة تنافسية ممتازة ومحتوى جيد. كلها العوامل هذه مرتبطة في بعضها. نأخذ مثال عن أمازون. أمازون مثال عن نكون علاقة ممكن تؤسسها العلامة التجارية مع عملائها من خلال تجربتهم مع الخدمات من شركة أمازون. تمتلك في المتجر الشهير الموقع الأونلاين خوارزميات جدا كبيرة، اقتراحات. احنا بس عشان نوضح ايش هي الخوارزميات اللي تكلمنا عنها في اسبوع الاتصالات وتقنية الاتصالات. الخوارزميات يعني اشياء ذكية. مثلا انت في الفيسبوك كنت موظف في شركة في المطار او في اي شركة، فالخوارزميات هذه تحاول انها تجد من يتشابه معك في الميول او في الأنشطة او في الوظيفة او في الدراسة، ودائما تعطيك اقتراحات. فلما تشتري منتج عن طريق تطبيق امازون مثلا يعطي لك اقتراحات سيميلر او اشياء ممكن انت تشتريها. كذلك مثلا لو حجزت رحلة عبر تطبيق المسافر مثلا خطوط السعودية او اي خطوط اخرى على مدينة ابها من جدة لابها، تجد انه الخوارزميات تشتغل في التطبيق هذا، وبعد يومين او ثلاثة او اسبوع يرسل لك مسج على الإيميل أو على نفس الأبليكيشن يقول لك في عروض الآن تسويقية أو أسعار منافسة لو حبيت تسافر، فيعطيك الخوارزميات هذه. هذه تجربة الأمازون واشتغلت عليها بشكل ذو كفاءة عالية، وتقدم أيضا للمتسوقين اقتراحات صحيحة ومناسبة جدا بناء على المشتريات السابقة من المتجر والمنتجات، الكتب اللي انت اشتريتها من خلال المتاجر، المنتجات اللي انت تصفحتها اصلا مجرد وقوفك عليها وانتظارك مدة زمنية محددة. هذه كلها المعلومات تؤخذ من قبل شركة امازون. الماوس وين كان واقف في الموقع فترة طويلة، يعملوا له هوت ليد، يعني يعملوا له انك انت كنت في المكان هذه في النقطة هذه، أو عيونك جات عليها فترات كبيرة. هذه كلها تهتم فيها الشركات التي تتنافس في مجال الديجيتال في الماركت. طبعا هذا مو كل شيء، دائما يتوقع العميل المزيد من العلامة التجارية، مثل مزيد من الاهتمام والانتباه على المستوى الشخصي، مزيد من الاحترام respecting والتقدير، قيمة أكبر، تطور أكثر للعلامة التجارية، تطور أكثر للابليكيشن، تطور أكثر لمحتوى التسويق. هذه كلها تهتم فيها علاقات السيارين من خلال التغذية المرتدة من العملاء. يعني دائما التقارير والإحصائيات والبيانات هذه دائما تشكل لنا نقطة التحول في كل حاجة. تبغى تنجح باختصار، اهتم بالتقارير اللي تكلمنا عنها قبل شريحتين. النقطة الثالثة، امنح عميلك قيمة إضافية. تسويقيا يستخدم مصطلح القيمة المضافة في العديد من السياقات في مجال التسويق. يمكن هنا أن نشير للمنافع اللي ممكن يحصل عليها العملاء من الشركة أو العلامة التجارية. مجرد أني أنا مالك لسيارة ليكزس، عندي حقية باستخدام النادي المخصص لعضوية ليكزس، عندي بطاقة كريدت كارد من إحدى البنوك، فعندي ميزة أو عندي قيمة إضافية باستخدام اللاونج، صالات الدرجة الأولى أو البزنس كلاس في المطارات. هذه كلها قيمة مضافة تيجي من سياسة كبيرة من الشركات اللي بتهتم في قسم CRM. قد يحصل عليها العميل من الشركة أو العلامة التجارية، ما
ممكن تأخذ خصومات، ممكن تأخذ تنزيلات أسعار عادلة، ممكن بعض الشركات تعمل لك أبجريد. يعني أنت لو عندك بطاقة لويالتي مثلا فرسان في الخطوط السعودية، ممكن تستخدم الأميال هذه في شراء تذاكر جديدة، ممكن تستخدمها في الارتقاء بدرجة السفر، كثير يعني هذه قيم كثيرة. كذلك مثلا في شركات نتفليكس وشركات الاو اس ان وشركات الانترتينمنت الترفيه، نحصلهم دائما يعملوا العروض والترقيات. عشان كل هذه عشان تستمر العلاقة بينك وبين الشركة هذه، وما تفكر في يوم من الأيام أنك أنت توقف من الشركة هذه، يخسروا العملاء. قد تكون القيمة المضافة للعميل رسالة اعتذار أبولوجايز من المتجر نفسه عن تأخر وصول المنتج اللي أنت طلبته مثلا. يعني إحنا في ظل الجائحة هذه نجد أنه كثير من المتاجر ما تلتزم بالمواعيد. إحنا صحيح ما نلومهم، بس يعني كان من باب أولى أنهم يرسلوا رسالة اعتذار. وشفنا في التويتر كثير من الأمثلة لشركات في المملكة العربية السعودية تأخرت عن تسليم المنتجات والخدمات للعملاء، أدى إلى وجود مشاكل أو خلل في العميل، وبالتالي أثر كثير على المشاريع التجارية. هنا الجيد في الموضوع أنه بغض النظر عن يعني بساطة الموضوع أو تعقيده، ممكن إن الشيء بسيط أنت تتوقع أنه هذا بسيط، بس هذا الشيء يمنح العميل تجربة رائعة أو تجربة رائدة في مجال البزنس. مثل هذه الأمور دائما تكون نفعها كبير على العلامة التجارية وعلى سمعة الشركة. آخر نقطة حنتكلم عنها الاستراتيجية اللي تؤثر على المشاريع الناشئة في خدمة العملاء هي المسؤولية الاجتماعية. تعتمد المسؤولية أو السمعة الشركة أو المؤسسة أو المنشأة التجارية على مدى حضورها وحضور اسم الشركة في المجتمع الذي تنشط فيه. لذلك يمكن للأنشطة الاجتماعية تساهم في أن تكون الشركة عامل مهم لترسيخ صورة إيجابية عن الشركة، تماما كما تفعله اليوم منشآت من خلال تقديم البرامج المجانية والاستشارات المجانية من خلال تطبيقات الأونلاين ومن خلال الممارسات اللي احنا شايفينها. انا كذا اعتقد الوقت خلص كذا. لو في اي استفسار من الاخوان او الاخوات ياريت ما تبخلوا علينا في الـ Q&A الـ Question and Answer، في اي تعليقات في اي حاجة. الأخوان في الدعم الفني مشكورين، حطوا لنا الروابط الخاصة بمواقع منشآت على المنصات الإلكترونية، وأيضا رابط آخر بالدورة القادمة بالمحاضرة القادمة. ياريت نسعد بشوفتكم مرة أخرى، نشوفكم فيها مرة أخرى إن شاء الله. يبدو أنه ما في أي أسئلة في الوقت الراهن. طيب نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الساعة القادمة. أن نشوفكم على خير، ودمتم في رعاية الله.